كيمي، انت فين يا كيمي؟ انا اللي كسبتك. لا انا اللي كسبت. بصي الكتاب ده يا كيمي، انا مش بحب الكتب بس ده في صور. الله، يبقى حلوة قوي. ايوه يا حبيبتي، ايوه. لا مش سامعاكي، استني الشبكه وحشه. كده سامعاكي يا حبيبتي. عامله ايه يا مي؟ وحشاني وحشاني. الولاد حلوين زي الفل، ولا بيسالوا عليكي؟ مبسوطين مع جدتهم. ايوه دول حلوين قوي وطيبين قوي وكيوت قوي قوي قوي. لا يا مي، تيجي تاخدي ولادك حالا؟ انا مش قادره استحمل يا حبيبتي، ده انا كبرت يا مي. انا ربيتك انت واخوكي بالعافيه يا حبيبتي. ولا اقول لك يا مي، انا رجعت في كلامي، خليهم، ده انا بحبهم قوي، مالين عليا الدنيا. ماشي، جالك تليفون؟ طب يا حبيبتي بالسلامه، هقفل انا بقى، مع السلامه. الكتاب ده يا انا. قلتولي بقى ده الكتاب ده ايه؟ انا هقول لكم ايه الكتاب ده. سعيد يا دو. ايوه شكرا يا ولاد، شكرا. شكرا يا كيم، شكرا. تعالوا يا حبايب تعالوا. الكتاب ده يا ولاد كتاب مهم قوي قوي قوي. شكرا يا كيمي، شكرا. تعالى يا دودو تعالى. الكتاب ده يا حبايبي بيحكي كل حاجة عن الناس اللي أنا بحبها وكل حاجة معيشتها، بحلوها ومرة. احكيلكوا ولا ما احكيلكوش؟ Oh.
ما بتعديش ولا بتفوتي على طول كده وبتقري وتنكتي وبتخلصي من ده وتشبطي في ده مش عارف دي مين؟ دي أنا طبعاً، دي أنا. أنت كنتي أمورة قوي يا أنا. إيه ده؟ قصدك إيه يعني كنتي أمورة؟ يعني أنا مش أمورة؟ لا أنا لسه أمورة بقى لحد دلوقتي. أنت لسه أمورة يا أنا. والله أنت اللي أمورة ودودو أمور. أنتوا عارفين؟ الصورة دي قديمة قوي 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 من التسعينات. كنت أصغر وأشهر صحفية في مكاني في الوقت ده، وكنت لسه واخدة جايزة كبيرة خلتني أتنقل من المجلة الأسبوعية اللي كنت بشتغل فيها للجريدة اليومية. وكنت وقتها زي كل بنات جيلي، جيل التسعينات. البنت مننا أهم حاجة في شياكتها قصة الأسد، ده بالإضافة لأوبلتاتها، كل ما كانت أكبر كل ما كانت أشيك. هوريكوا صورة تانية قديمة برضو. بصوا مين ده يا أنا؟ ده جدوكو علي. شكله عامل كده ليه؟ شكله بيضحك. بس لعلمكوا جدوكو علي بيضحك دلوقتي، بس ساعتها كان أشيك واد في روكسي، قصدي كان أشيك واحد في التسعينات. على عكس كتير من بنات جيلي اللي كان كل حلمهم يوقعوا عريس ويتجوزوا، كنت أنا مركزة في شغلي وبس، بلا جواز بلا هم. عشان كده عمري ما لجأت للحياة البلدي القديمة عشان ألفت انتباه علي، بالعكس كنت بتجاهله تماماً. لكن بالرغم من كده كانت أول ما تقع عيني في عينيه كنت بحس بأحاسيس غريبة، بتوتر وأحس بقلبي بيدق بسرعة وقشعريرة في سلسلة ظهري من فوق، ومعدتي كانت بتقلب وأحس إن أنا عايزة أرجع أحاسيس الحب من أول نظرة. وكان علي برضو بيبادلني نفس الأحاسيس، أول ما كان بيشوفني بيحس إنه عايز يرجع.
انجل.